أعزائي المشاهدين ومتابعين موقع جريدة الجراف مصر، أهلا بكم في واقعة جديدة في منطقة الأربعين التابعة للقناطر الخيرية بمحافظة الأيوبية. النهاردة الواقعة عن الميراث كان السبب في هذه الواقعة، تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد ابن خاله في القناطر الخيرية، نعمته في القناطر الخيرية. معانا أهله يحكي لنا التفاصيل ويقولوا لنا إيه الواقعة وإيه اللي وصل الموضوع لكده. سيادتك احنا بقالنا 14 اخويا متوفي، بقالي 14 اخويا متوفي. عرفنا نفسك محمد مصطفى والد المتوفي. ايه اللي حصل وايه اللي وصل للموضوع ان اخويا توفى؟ بقاله 14 متوفي اول يوم في رمضان، قبل رمضان بيوم. تمام. اخويا كان بايع بيت جنبي ب 230 الف جنيه. تمام. اخويا صرف من الفلوس قرشين اما توفى، اللي كان شاري البيت قلت له بعد اذنك انا هاخد البيت ده عشان ولاد اخويا يقعدوا جنبي. تمام. قال لي ماشي كده حقك. الراجل خد فلوسه وخدت البيت، فانا خدت لميت قرشين من الفلوس اللي كان اخويا باع بيها، لان كان باع قبلها بحوالي 20 يوم بس، ورجعت البيت. ليا اخواتي البنات ثلاثه اقول لك لا احنا ناخد فلوس تتلم ونورث فيها. طب يا جدعان البنات اسر، البنات عيال صغيره. يعني البنات اسر والبنات عيال صغيره. يعني ولاد اخوك، يعني اخوك الله يرحمه له بنتين. بنتين لوالدتهم متطلقه ومش عايشين معانا، ما عايشين مع خالهم. عايشين مع خالهم. عايشين مع خالهم، قلت لهم تمام. البنات اسر. البنات عاوزه تتجوز وعاوزه تصرف وعاوزه وعاوزه. قالوا لا نورث. قلت لهم لا محدش هيورث. فضلنا محاربه دي بقالي 3 اشهر والف على كبار في البلد وده وده. فوجئت يوم الخميس واحد قال لي. السبب ان انت ما كنتش عايز تديهم يعني. السبب اللي انا عشان العيال دي بتتجهز حضرتك، احنا بلد ارياف، جهاز العيال بيصرف، ومين اللي هيشيل جهاز البنات غيري؟ خالهم جه الصبح وقال لي خد العيال دي، ملزم اخدهم لان ولاد اخويا لحمي. تمام. قلت لا احافظ على البيت، ويا جدعان لاهل البلد البنات لو جات لي انا ملزم اجوزهم واحافظ على بيتهم برضه. تمام. انا راكب عربيه وسواق، قلت ابيعها واجهز البنتين. تمام. للناس في البلد. تمام. فوجئت يوم الخميس لقيت جوز اختي اللي هو جوز خالتهم جاي بيزرع شجرتين ورا وشاري مني حته ارض. فبس رحت طليت لقيته بيزرع، جبت بعضي وجيت، واحد قال لي اتصل بيهم يجيبهم. فرنيت على ابني، تعالى يا ابني اصل الزهر جايين. هم جم قبل ابني، جم قبل ابني بالتوك توك، ولادي جين ورا، يعني هم جم قبل ولادي بالتكاتك. بصيت شتموا وعملوا، ولادي بينزل ابني بينزل من التوك توك، راح مقابله شده من التوك توك. وراح عنده كام سنه؟ 24 سنه. شغال في ايه؟ سواق توك توك حضرتك، واسمه ابراهيم محمد مصطفى، وادي صورته. ادي صوره شاب عشان كل عيله تورثها 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه، بيضيعوا شاب عنده 24 سنه ما دخلش دنيا ولا فرح. والتاني اخوه لما شاف اخوه واقف في الارض راح مدور الجري واتكفى في الارض عليه، راح ماسك اخوه مديله 3 طعنات في ظهره. وبشكر الحكومه مركز القناطر الخيريه والنيابه بصراحه جابوه، وجابوه امبارح صور هنا، يعني جابوا الواد صور الجريمه هنا قدام النيابه وقدام مركز القناطر. ادي حضرتك حرق قلبنا عشان 10,000 جنيه وعشان والدته تورث 10,000 جنيه. عشان والدته تورث 10,000 جنيه حرق قلبنا. تمام. ادي يا استاذ، ادي اهو والدته كانت في السوق بتبيع، جت على خبر ابنها، ما جاتش على خبر حد، اتلفت هنا ما جاتش على خبر حد غير ابنها. اتصلت بيها قلت لي الحقيقه قابليني على مستشفى القناطر، ابراهيم الطعم بيموت، ابن عمته موته. مفيش حد حاول ان هو يدخل او مثلا ان هو الناس خافت. انا حضرتك لفيت على بتوع البلد كلهم، لفيت على يعني اعتبر خالي كبير البلد، رحت له يا شيخ مصطفى يا شيخ مصطفى عاوزين نلم الموضوع ده، قال لك لا لي ويرثه. باصص لقريبه، وقريبه اللي جاب اللي جايبهم اسمه هاني سيد محمد ابراهيم حجاب، مستعفي نفسه الشهير بنجح سيد حجاب، مستعفي نفسه قوي في البلد لان عيلته متعفيه واحنا ناس غلابه وفقراء على قدنا مش قدهم. يعني احنا طالبين ربنا وحضراتكم والحكومه اللي تجيب حقه، طالبين ربنا وحضراتكم والحكومه اللي تجيب حقه. احنا ناس غلابه ان شاء الله. انت عرفت ازاي ام بالوقت؟ انا بلم الزرع لقيت التليفون بيرن عليا، بتقول لي شايل لمي، بقول لها ليه؟ قالت لي ولاد كريمه جايين يتخانقوا مع ابنك.
قمت دغري ركبت عربية المظلات تويوتا. كانت أول مرة يوم يتخانقوا مع بعض ولا؟ لا كنا متخانقين في رمضان. قمت نفس الموضوع بسبب الورث. قمت جري لميت الزرع ركبت تويوتا من المظلات. بصيت لقيت بنتي اللي هي دخلت عليا الصغيرة دي دلوقتي بتصرخ. يا ليلى قالت لي شايلي ياما ابن عمتي ضرب أخويا ياما وأنا حضنه في حضني. بقول لها فين يا عن أمك؟ قالت لي ماشيين على القناطر. لما صرخت في العربية في جدح سواق ابن حلال كان هيقع ينزل الركاب في ابدا ناطر ايه في الحادثه. قال لي خدي احصابك وانا هوديك لحد المستشفى. دخلني المستشفى بالعربيه بس لقيت الصوت شغال. دخلت عشان الحق ابني اقول له يعوض عليك يا ربنا. بقيت اخبط على باب التلاجه زي المجنونه. ابني 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 ابني. هي انا ده واحده قال له اختي اديني امك مات في نص الطريق وانا مش عايزه الحق ابني اللي يجيني بس. هو حقه بس كنت بهضب له شقته شقته تحتها كنت بهضبها له وخطب له عروسته عروسته من البلد. كان خاطب كان قرب يتجوز كان قرب يتجوز فاضل له 6 اشهر. كان خاطب يا قلبي ابراهيم هموت على ابراهيم العمر كله واللي ما شفتوش بس يكلمني كلمه كلمني كلمه بس انا عايزه الحكومه تاخد حق ابني ان شاء الله مش عايزه اكتر من كده. دي القصاص بتاع ربنا وده بتاع ربنا بتاع ربنا عاوزين القصاص استعبطوا لله. وانا اشكر اللي جوني امبارح كده وجابوه وصوروا وخدوا الجريمه من وشه. انا احمد ربنا. ولا قدامك دلوقتي امي تقولوا ليه؟ لمين؟ اللي موت ابني؟ اللي موت ابنك وابنك اقول العدل اللي ياخد حق ابني. حسبنا الله وانت الوكيل. اقول حسبنا الله وانت الوكيل. حسبنا الله وانت الوكيل. ورحت لابني النهارده قلت له انا جبت لك العروسه يا ابني الثلاثه النهارده لازم اشق الطرب. صبني يا رب صبني يا رب انا جبت لك العروسه يا ابني في حضناي. والناس بحالها بتستغرب يقول انت بتقولي الكلمه ازاي؟ قلت لهم ربنا مديني الصبر عشان بصلي وعارفه ربنا. انا بقالي 25 سنه ببيع ما خلطتش بسطر الحرام نوبه. وقال لهم اقعدوا مش شغال شغل انا اكلكم. وجاب حته توك توك شغال عليها واخوه كان نفسي اشوفه اليوم ده. شفته بصي قبلها بليله بس كان ريحي من ميه بقول دغري قلبنا لك الميه يما بيمنا للجيران ونفرق ميه على الجيران صواب. بس انا عايزه حقي من ربنا ومن الحكومه. انا مش عايزه ازيد من كده بس. بس كان يكلمني كلمه ما لحقش يكلمني كلمه. وادي الكب بتاعه اهو ما بنامش الا حط في حضني الكب بتاعه. صورته تانية اهي صورته اهي الكب بتاعه على التليفون ابني صورته تانية اهي ابني حبيبي على التليفون 24 سنة 24 سنة عروسته هي بتاع المولد بتاع مولد النبي اجيبها لك صورها اجيب لك عروسته صورها خلاص ابراهيم 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 هو ابراهيم ابن نفسك وايه اللي حصل بداية الواقع ايه؟ انا اخو الاكبر منه اسمي سعيد. هو في بدايه الواقعه كان واقف معايا على الكوبش. لقيت التليفون جاي من ابويا البنت اختي الصغيره. الحد كلهم اتلموا على ابوك هنا في الجزيره. ولاد عمتك دي ولاد عمتك دي. هو واقف جنبي قلت له الحق ابراهيم قال لي ايه؟ قلت له الحق كلهم اتلموا على ابوك في الجزيره وابوك لوحده ومفيش حد معاه هناك. رحنا واخدين التكتكين ونزلنا ورا بعض جري على السكه. انتوا الاثنين شغالين على التكتك. احنا الاثنين. خدنا التكتكين ورحنا نازلين ورا بعض جريش. اول ما نزلنا لقينا الدنيا كلها ملمومه. هو نزل قبل هو اللي كان داخل بالتكتك الاول وانا داخل وراه. هو دخل نزل من التكتك انا ببص لقيت محمد راح جاي من اول على طول بالمطار. رحت جاي واخده في حضني. راح جاي بس نزل في دارنا الاخر. انا واقف اخويا راح جاينا كده في دارنا الاخر. ما تقتش بحاجه ثانيه بقى الناس بقت تشد من هنا ومن هنا. الله يرحمك يا ابراهيم. انا مش مصدقه اللي مات انا مش طالب ولا القصاص من الحكومه والعدل. احنا بلد ارياف القصاص من العدل. انا بشكر مركز القناطر بشكر مركز القناطر ورياده القناطر وبشكر باسم بير ايه وكيل نيابه القناطر طالب القصاص والعدل عشان وبعرف الدنيا كلها عشان محدش يطمع في حد. دول بنتين اسر ويتمة يعني بنتين اسر ويتمة بقالي 14 ما بنامش ليل ونهار في المشاكل عشان كل واحدة تورث منهم 10,000 جنيه. اقول لاخواتي هكتب البيت باسم العيال ما يكونش ليهم وريث. اخر ما زهقوا يقولوا لي لا اكتبوا ورث. قلت لهم طب ما ورث انتوا هتبيعوا الصبح وتورثوا.
انا هكتبه خالص للبنتين يحاربوا معايا عشان يبيعوا البيت ويورثوا من البيت. بيت لو رجع بيك الزمن يا حاج تعمل اللي انت عملته ده تاني؟ لو رجع بيا الزمن لو طالوا بيت ياخدوه بس ابني يرجع، لو طالوا عمري انا واولادي ياخدوها بس ابني يرجع. يا ريتني انا كنت انا اللي مت، ما كانش ابني اللي مات، يا ريتني كنت انا اللي مت، انا خدت حقي في الدنيا. انا من ساعه يا فندم من ساعه المشاكل دي ما بدات وانا حسيت جالي جميع الامراض، كل يوم اروح اكشف يقول لي عندك كذا، يعني رحت كشفت قال لي عندك السكر، كشفت قال لي عندك المراره، كشفت قال لي عندك حصوه على الكلى، ومحدد ان انا اروح اعمل عمليه المراره الشهر الجاي. من كل اللي انا شايفه ده عشان هم يورثوا وعشان ياخدوا حاجه مش من هي من حقهم دينا، انا معاهم اللي هي الدين من حقهم، بس الدين اداني اورث يقطم صغيره لسه ما فرحتش في الدنيا بنتين عشان 10,000 جنيه، تلبيت كله ب 230 جنيه في ارض اوقاف، يعني الارض مش ملكنا، الارض ملك الحكومه مش ملكنا، وفي الاوقاف بتقول لك الارض بيت بما عليه بعدد من الادوار ملك الهيئه والاوقاف المصريه. ده يا فندم شكرا. كمان نرى اعزائي المشاهدين والمتابعين تلغراف مصر، كنا النهارده بسبب المراس حكى لنا اسره، وكان اسمه ايه يا حاج؟ ابراهيم محمد مصطفى. ابراهيم، تفاصيل انهاء حياه ابراهيم شاب على يد ابن عمته في منطقه الاربعيني في القناطر الخيريه، وقد القت مباحث الاليويه القبض على المتهم بقتل نجل ابن عمته بسبب المراس بدائره مركز شرطه القناطر الخيريه بمحافظه الاليويه. وبكده نختم بسنا النهارده، ودمتم في احسن حال.